ما حكم قول جمعة؟ ما لها أصل، يبثون في الجوال يوم الجمعة جمعة مباركة، هي يوم مبارك بلا شك، وأن الله خصنا به وقد أضل عنه اليهود والنصارى، لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصل. رسالة أخرى وصلت من سائل يقول: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ هذا لا أصل له وهو بدعة، ولا يجوز التهنئة بيوم الجمعة، هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف، فهو مبتدع، والمبتدعة يستغلون الآن الجوالات والإنترنتات على ما يذكرون، يستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقة. إذا صدقوا فيه بأي شيء استغل؟ جعل بعض الناس يرسل بدعا، صلي 10 مرات وأرسلها 10 أشخاص يصلوا كذا مرة فيكون لك 1,000,000 حسنة. أصلا تحديد الأعداد هذه بناء على ماذا؟ وهذه أمانة في رقبتك، وإذا ما أرسلتها وأسأل يوم الدين سأسألك، أنت اللي تدير الناس يوم الدين وأنت اللي تسأل على كيفك يوم الدين؟ لهم رب يحاسبهم، فإنما حسابه عند ربه ليس عندك. ليلة رأس السنة سيكون الناس في له لعب وكفر وعصيان، طيب فلنجتمع الساعة 12 ليلا لنصلي حتى ينظر ربنا إلينا ويرى العباد في لا ونحن في، طيب جمع الناس على العبادة 12 ليلا برسائل جوال هو من السنة في شيء؟ جمع الناس على الصلاة وتحديد 12 ليلا، هل هذه سنة؟ وهكذا الباب البدع مفتوح على الجرار، وبدع ورا بدع ورسائل ورا رسائل كلها في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان في مثل هذا. دعاء السنة الجديدة وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكل جمعة ذكر مخترع، جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، ذكر مخترع لا تجد ولا في أي ديوان من دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه أو قاله أو أصحابه قالوه فيما بينهم، أو أن بعضهم كان يقول لبعض، كل جمعة كل جمعة يقول جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة، وأذكار مخترعة. فإذا بدع ترسل، أحاديث موضوعة ترسل، استهزاء بالأشخاص والقبائل والبلدان. ما حكم قول القائل للآخر جمعة مباركة؟ هذا ليس فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو دعاء، والأمر في مثله واسع، كما قال الإمام أحمد في التبريكات على الأعياد: إن ابتدرني أحد وقال لي أو دعا لي رددت عليه، أي بمثل دعائه، وأنا لم أبتدر أحدا. والمسألة فيها وجهان لأهل العلم، والظاهر أن الأمر يسير في مثل هذه الحال، والله أعلم.